الحمد لله يعني أحمد الله، أمدح ربي، أثني على ربي، أشكر ربي. الله أكبر يعني أعظم الله، يعني الله أكبر يعني ما يليق أن أعصي ربي وهو رب عظيم كبير. المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نذكر الله، قال العلماء الأجر الكامل يأتي عندما تذكر الله وتفهم ما تقول. ليس بعض الناس بعد الصلاة سبحان 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 هكذا يعمل سبحان 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج. ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. المقصود أنك بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله، مقصود في كل سبحان الله أنت تستحضر، أنت تعظم ربك، سبح الله سبحان الله يعني أنا أسبح، الحمد لله يعني أنا أمدح الله، أحمد ربي، الله أكبر، أنا كيف أعصي ربي وهو كبير عظيم متعال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عندما نتعود بعد كل صلاة نذكر الله بهذا الحال، نحن ننافس الأغنياء على صدقاتهم وتجاراتهم وأعمالهم الصالحة، بمعنى نحن عند الله وفي ديوان الملائكة ليس فقط من الذاكرين إنما من المتصدقين. وماذا تخسر 5 دقائق بعد الصلاة تجلس تذكر الله، وتذكر الله باستحضار، تذكر الله بشعور، بشعور العبد المحتاج المفتقر إلى ربه الله.